تبليغنا من قبل الأهالي في منطقة هجين وريفها عن وجود حالات مشتبه بها بفيروس كورونا. طبعاً أول حالتين كانت في منطقة البوبدران، طبعاً قمنا بالتنسيق مع لجنة الصحة بالمجلس المدني، قاموا بإرسال فريق طبي لأخذ مسحات. طبعاً أول حالتين كانت في منطقة البوبدران، وتم أخذ مسحات من هؤلاء المرضى. طبعاً كانت النتائج التحليل سلبية. بعدها بفترة طبعاً اكتشفنا أنه في حالات في منطقة هجين والإشعافة، أيضاً أتى الفريق أخذ مسحات من هؤلاء المرضى. طبعاً كانت نتائج التحليل إيجابية، اللي هي ثلاث حالات، حالتين في هجين وحالة في الإشعافة. طبعاً تم إبلاغنا من قبل لجنة الصحة بضرورة حجر في منازلهم وعدم اختلاط الأهالي معهم حتى فترة 14 يوم.